وصلنا لختام صباحنا غيروة، مساحتنا الأخيرة رح نضوي فيها على احتفالية أيام الثقافة السورية يلي انطلقت منذ أيام تحت عنوان ثقافتي هويتي في دار الأسد للثقافة والفنون، ويلي بتشمل أكثر من 90 نشاط متنوع في المجالات الفنية والثقافية والمسرحية والسينمائية والفكرية وحتى التراثية، وتستمر حتى تاريخ 30 تشرين الثاني بمختلف المحافظات السورية. عن المشاركات المسرحية والموسيقية اللي عم تقدمها مديرية المسارح والموسيقى، بسعدنا أكيد نرحب بالأستاذة عماد جلول لنعرف منه باقي التفاصيل. يسعد صباحك صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، وحضرتك المدير العام لمديرية المسارح والموسيقى. نعم. أهلا وسهلا فيك. يعني سهلة. جهود جبارة، 90 نشاط وعرض بكذا محافظة سورية. أول شيء بدنا لكم نعطيكم ألف عافية للجهود المبذولة. الله يعافيكم، شكرا لكم لمتابعتكم واهتمامكم. حقيقة مثل ما تفضلتوا، نحن انطلقنا ب 23 الشهر بافتتاح رسمي في دار الأوبرا. كان احتفال رسمي وفني يجمع كافة الفنون المسرحية والموسيقية، تقدم فيه العديد من اللوحات وتكرم فيه نخبة من المبدعين السوريين، اللي نحن حرصت الوزارة كل سنة انه تكرم هؤلاء المبدعين. ونحن كمديرية مسارح وموسيقى انطلقنا في اليوم التالي للاحتفالية بدمشق وكافة المحافظات السورية بتقديم عروض مسرحية وحفلات فنية موسيقية متنوعة في المحافظات. نحكي عن أهم العروض المسرحية اللي شاركت ضمن الأيام الثقافة. حقيقة يعني فينا نقول باعتبار أيام الثقافة نحن حريصين دائما أن تكون أعمال جديدة، فهي السنة كل أعمال مهمة. نحن انطلقنا بعمل مسرحي لمأمون الخطيب بمسرح الحمرة، أيضا في عروض مسرحية في الحسكة، وفي عرض مسرحي في درعا ودير الزور. أيضا عم نحضر لانطلاق عرض جديد قريبا جدا ضمن الاحتفالية، فما فينا نقول في عرض أهم من عرض كافة الفعاليات. كله متعوب عليه، كله متعوب يعني عليه بالتأكيد يعني، والجهود جبارة أنه تنطلقي بيوم واحد وتحددي موعد واحد لكافة الفرق المسرحية والموسيقية. أستاذ عماد، خلينا نحكي عن اليوم، وجود وجوه شابة جديدة أو مخرجين جديد رح يكونوا ضمن أيام الثقافة. دائما هي الاحتفاليات الكبيرة بتكون فرصة لانطلاق هيك دم جديد بعالم المسرح. خلينا نحكي أكثر إذا في حالات معينة حابب تضوي عليها. سؤال كثير مهم. حقيقة نحن أطلقنا مشروع دعم مسرح الشباب يعني هي السنة الرابعة، ونحن حريصين أنه هذا المشروع يكون تقديم العروض عروضه ضمن أيام الثقافة السورية. اليوم عندنا انطلاق عرض مسرحي جديد لتاتيانا أبو عسلة اللي هي ضمن مشروع دعم مسرح الشباب. هلأ في أسماء كثير كبيرة للشباب في كل المحافظات حتنطلق مع أيام الثقافة اللي هن ضمن مشروع مسرح الشباب. أيضا هذا العام نحن يعني حرصنا واهتمامنا بموضوع الشباب، أطلقنا مسابقة النص المسرحي الشباب، النص المسرحي الموجه للكبار والنص المسرحي الموجه للأطفال، وأعلننا الجوائز البارحة. شو كانت الجوائز؟ هلا جائزة أفضل نص، الجائزة الأولى والثانية والثالثة. حياة يعني أسماءهم خليها هيك لحتى نحن نكرمهم على خشبة المسرح يعني، والأولى والثانية والثالثة الموجهة للأطفال، وكانت يعني لافت النظر بهي المسابقة في مستويات كتير جيدة، وجانا كتير طلبات أنه تكون هاي المسابقة العلاقة بشيء عربي أو دولي إن شاء الله. خارجي إن شاء الله السنة القادمة حتى تتوسع يعني هاي ومسابقة وتأخذ هذا المنحة لحتى إن شاء الله. نحن دائما نرمي عنا إمكانيات كتير حلوة وعنا مواهب شبابية كتير حلوة، إن كان بالثقافة أدب شعر. نعم. فهنن دائما بحاجة لجهة تكون ننتبه عليهم، تقدم نصح للناس بشكل أكثر. هلا حقيقة يعني كوزارة ثقافة بما يخص الشباب في مشروع دعم سينما الشباب اللي كانوا هنا سابقين بسنة،
ونحن مشروع دعم مسرح الشباب كان له صدى كتير كبير، وهلأ مسابقة النص المسرحي، والآن اهتماما بالشباب والخريجين جدد من البكالوريا، تم افتتاح معهد العالي للسينما، مهتمين بالشباب بإقامة ورشات عمل مسرحية جدية، يعني على مدار شهر ونص أو شهرين نتاجها عم بيكون عرض مسرحي. هذا العرض المسرحي يعني التجارب اللي سبقت وتقدمت حقيقة كان لها بصمة بالموسم المسرحي، وشباب هوات، ورغم أنه هوات وصلوا لنتيجة متقدمة جدا خلال شهرين مكثفين من العمل. أستاذ عماد، دائما هيك بالأوساط الثقافية بنسمع عن أزمة نصوص عم بتكون سواء بالسينما أو ما بعرف إذا بالمسرح موجودة ولا لا، ولكن بالمسرح في دائما بتكون النصوص إما محلية أو مترجمة. خلينا نحكي في توجه عندكم يكون مثلا نوعية نصوص موجودة أكثر من نصوص، أو في نصوص أو مسرحيات يعني مميزة هي السنة أو جديدة كانت مشاركة ضمن أيام الثقافة؟ حقيقة سؤال كبير بيضمن عدة أسئلة لجوابك. واحدة. هلا أزمة نصوص، أنا بعتقد ما في أزمة نصوص، النصوص موجودة، لكن هي أزمة تسويق. أزمة بحث وأزمة تسويق. أولا، ثانيا ربما موضوع النصوص المترجمة أو المحلية أو المسرح العربي، أو ليش نحن عم ناخذ نصوص مترجمة، هذا السؤال مطروح دائما، ولكن نحن جوابنا دائما أنه ليس هناك أي توجه، الأمر متروك للمخرج وما يرغب، والشيء اللي بيلاقي حاله يعني عنده رغبة بإخراجه بيلاقي حاله المخرج بهذا العمل. فربما تلاقي بموسم مسرحي عملين وراء بعض مترجمين، فبيفكروا أنه كل النصوص مترجمة أو في توجه، ولكن هو يعني نحن ما منبرمج هاي القصة. بالمقابل في كتير نصوص مسرحية محلية عربية سورية أخذت جوائز. وبعدين بحب ألفت هنا هيك يعني بين قوسين، أحيانا النص المترجم عندما بيقوم الكاتب أو المعد أو المخرج بإعداد هذا النص بما يناسب البيئة السورية، يعني فيك تقولي هذا صار نص سوري إلى حد ما يعني إذا جاز التعبير. وهي النصوص من النصوص المحلية السورية أخذت جوائز، وبالمناسبة امبارح نحن أخذنا جائزة أفضل ممثلة لصفاء رقماني. بدنا نبارك لها أكيد، نبارك لها صفاء بمهرجان بغداد، وحقيقة هدول العرضين المشاركين بيت الشغف و عرض الأستاذ أيمن زيدان كانوا مشاركين بمهرجان بغداد. نعم، يعني قديش حلو اليوم، وهيك شيء بكبر وبفرح القلب انه لما بعد رغم كل التكنولوجيا وهيك والظروف واللي عم تكون، بس لما يكون في عرض مسرحي عم يكون دائما المسرح كومبلي، ولا كثير اوقات بنشوف انتم عم تمددوا العروض. نعم. وحتى لما نطلع على برا عم يكون في جوائز حلوه. اليوم برايك كيف بتقيم هيك وضع المسرح السوري؟ بحاجة شيء جديد؟ هلا يمكن أنا لأنه من ضمن أسرة المسرح السوري يمكن ما بيحق لي قيم، أنا بتمنى التقييمات تيجي من برا، ولكن عبر سنوات عديدة يعني إذا انطلقنا من مهرجان دمشق المسرحي فهو من أعرق المهرجانات المسرحية، وكان يقال عنه أنه سوق عكاظ للعروض المسرحية، لأنه مدراء المهرجانات كانوا يجوا على هذا المهرجان ليشوفوا العروض يختاروا العرض اللي يحبوه ليشارك ضمن مهرجانهم. انطلاقا من هذا الحكي دائما مشاركات السورية في المحافل الدولية والمهرجانات العربية عم بيكون لها بصمة دائما، يعني ما في عرض مسرحي سوري إلا كان رجع بجائزة، سواء جائزة أفضل نص أو أفضل إخراج أو بالتمثيل. فالحمد لله يعني الآخرين عم بيقيموا المسرح السوري بشكل جيد وجيد جدا. لجهة الحضور يعني مثل ما ذكرتي وتفضلتي حضرتك عم نمدد، ما بعتقد في حدا بيعرض 25 يوم عرض مسرحي عم بيكون كومبلي، واحيانا عم نبعث لكافه المحافظات عم تكون المطالبات اكثر واكثر. تمام. هاي السنه شو كان الشيء المميز، يعني اكثر عمل كان مميز ولفت انتباه الجمهور؟ سؤال كثير صعب ما فيني جاوب عليه حقيقه. بالنسبه لنا نحن كجهه منتجه لهي العروض المسرحيه، جهود واحدة لكل العروض، تعب واحد، والله يعطيهم العافية كل المخرجين. بس ولكن يعني بالنهاية حيكون في هذا أنا بتمنى عليكم أنتم يعني كمهتمين أنه يصير في هيك استبيان من الجمهور. دايما. شو اللي
يلي حبوا أكتر، شو المطلوب حتى نحن نكون أوفياء لهذا الجمهور ونقدم له يلي هو بيلاقيه مناسب وبيحبه. نعم، يعني بالختام خلينا هيك بسؤال ختامي نحكي عن تأثير الكورونا وظروف الحرب على المسرح إذا أثرت، ورؤيتكم الجديدة يمكن بالأيام القادمة. دائما كمان في نقطة كتير مهمة، المحافظات بغاروا من أهالي الشام، بيقولوا كل العروض بتكون دائما بدمشق أقل يعني مقارنة بباقي المحافظات، كمان إذا في توجه ليكون في شيء دائما بكل المحافظات. الحقيقة موضوع كورونا هو أكيد أثر على العالم كلياته، ونحن يعني كان التأثير والإغلاق مدة شهرين، ولكن يعني كان في هدول الشهرين نحن عوضناهم فيما بعد بزيادة عدد العروض، يعني العدد العرض المقرر 10 أيام عرضناه 20 يوم لحتى يتسنى للجمهور مشاهدته. أكيد أثرت، ولكن إن شاء الله يعني نحن موضوع التباعد الاجتماعي وموضوع التعقيم هذا مستمرين فيه. اما موضوع بقيه المحافظات، هلا مثلا نحن عندنا انطلاق مهرجان السويد المسرحي، من فتره انتهينا مهرجان الحسكه المسرحي، واليوم هذا المهرجان عم يعني سنه عن سنه عم بيتطور وعم بيكبر وعم تزداد عروضه، بلشنا بثلاث اربع عروض اليوم بست عروض ومستمرين. انتهينا من كم يوم بمهرجان المونودراما المسرحي في حلب، فبعتقد يعني ان شاء الله نشاطات يعني كثير كبيره. الى جانب العروض الكبيره، ما راح اقول عنها متميزه، يعني العروض الكبيره عم نبعثها للمحافظات وعم نستضيف ايضا بدمشق ضمن امكان البرنامج. هلا حقيقه هو وجود مسرحين اللي هو مسرح الحمراء والاباني، نحن بحاجه اكثر ان شاء الله تكون طموح انه يكون اوسع انتشاره ان شاء الله. استاذ بدنا نشكرك ونشكر حضورك ونتمنى لكم التميز دائما يعني بكل اعمالكم. شكرا لكم لمتابعتكم، الله يعطيكم العافيه.